يرفع قدرك. أستاذ خالد، في البداية دعنا نتكلم عن أخبار جمعية البر ببني يزيد، وبالذات وقف الخير التابع لها. احنا دائما نكرر وقف الخير في هذه في هذا البرنامج، نريد أن يتعرفون المشاهدين الكرام عن وقف الخير. وقف الخير للأيتام المحتاجين، مثل ما يمكن مشاهدوا الأخوة الكرام في برامج سابقة وفي التغطية لقناة المجد للوقف من خلال الزيارات الميدانية، الوقف يعني يهتم بعدد من المشاريع الجمعية في ترميم المنازل وسقي الماء وكفالة الأيتام والأرامل، وأيضا في مشاريع الجمعية الأخرى في مجال التدريب. الوقف عبارة عن بيوت محمية للزراعة المائية من خلال إنتاج الخضروات، ونستهدف في هذا الوقف أن يكون هناك وظائف وفرص للشباب والفتيات من خلال عدد من الوظائف في هذا الوقف. مناشط الجمعية في عديدة في وجوه البر والإحسان، ولعل من أبرز المناشط التي تمت خلال الفترة الماضية من خلال توزيع الأجهزة الكهربائية من منصة إحسان، أيضا دعم سداد فواتير الكهرباء من منصة إحسان، أيضا في مشاريع أخرى في المقبلين على الزواج وتكريم أيضا المتطوعين، وافتتاح هذا الوقف كمرحلة أولى مساحة 1000 متر برعاية كريمة من سعادة محافظة الليث الأستاذ عمران الزهراني. ما شاء الله، وحنا ترى كل مشروع إن شاء الله راح نقف مع وقفات ونسمع الكلام الجميل بالتفصيل عن هذا المشروع. طيب، لماذا في جمعية البر ببني يزيد يكون دافع الشباب، وأنا رأيتهم دافع الشباب دافع كبير جدا للعمل الخيري، وش الدافع اللي يخلي الإنسان أنه يتطوع في عمل خيري مثل هذا اللي هو وقف الخير؟ هذا والله الحمد ما تعودنا عليه في هذه البلاد المباركة من قيادة الحكومة الرشيدة، وما يحث علينا الدين الإسلامي من التكافل الاجتماعي من خلال مساعدة المحتاجين والعمل معهم وما عليه من أجل مرتب من رب العباد. فهذا أكبر دافع يعني يدفع العاملين بالجمعية وأيضا الأخوة المتطوعين في العمل في هذه المشاريع. ما شاء الله.